الأم الواعية هي اللي بتجهز نفسها للأمومة من قبل ما تحمل بثلاث شهور على الأقل. استشيري طبيب الوحدة أو الممرضة عشان تطمني على وزنك وصحتك، لأن أي نقص وزن أو أنيميا، زيادة وزن أو سمنة ممكن تسبب مشاكل صحية ليكي وللجنين وقت الحمل، إجهاض، ولادة مبكرة، يعني طفل غير مكتمل النمو. وكمان عشان تعرفي إمتى تبتدي تاخدي أقراص حمض الفوليك عشان تضمني تكوين سليم لجسم طفلك وأعصابه.